هي بلشت بخمس أولاد، خمس أولاد كتبوا على الحيط. بالتعاون مع مبادرة سيف حلب لأهل الشام، أقامت فرقة جيلنا عرضا مسرحيا وغنائيا في مدينة حلب تحت اسم لعيونك يا شام، يحاكي الثورة السلمية منذ بدايتها في درعا وكتابة الأطفال على الجدران في إعادة للأيام الأولى من الثورة السورية. اسم الأسد خرب بلد، في ولد اسم الأسد خرب بلد، وفي ولد جابته أم البلد. أبطال هذه الفعالية كانوا من الأطفال وقدموا مجموعة من الرقصات والحركات المصاحبة للأناشيد رغم كل الآلام والمصاعب التي يعانيها الأطفال في حلب. قلة الإمكانات وصعوبة الأوضاع لم تثني القائمين على هذا العمل للاستمرار برسم البسمة على الوجوه أو إيصال رسائل للعالم من خلال الفن، خصوصا بعدما أصبحت حلب أخطر منطقة على وجه الأرض. من أجل توحيد الجهود ورص الصفوف ومن أجل بسمة الطفل سنقدم إن شاء الله دماءنا وأرواحنا حتى يعود الطفل السوري في كل مكان مبتسم وتعود حياته مطمئنة ومستقرة. الحضور على قلتهم إلا أنهم تفاعلوا بشكل كبير مع العروض المقدمة من قبل الأطفال وتأثروا بها، فغالبية الأطفال في هذه الفعالية أبناء لشهداء أو لمعتقلين. طبعا العمل عم فيه فرقة جيلنا، فرقة جيلنا هي طلعت من الأرض من رحم الثورة، من الأطفال معظمهم شهداء أبهاتهم أو معتقلين، قدموا أكثر من عرض، لكن هذا العرض الأخير هو لعيونك يا شام، بيحكي عن مراحل الثورة الحلزونية. رسوني رح تنتصر، رح تعاود للانتصار مرة أخرى مهما انهارت ومهما تعب الشعب، لكن رح ينتصر في الأول والأخير. منظمو الفعالية شددوا على أن هذا العرض يتكلم عن الثورة لتنتهي إلى النصر في نهاية المطاف، وأن هدف مثل هذه العروض هو رسم البسمة على وجوه الأطفال.